ابتدائي ومتابعه قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر هنا من اقليم اسيا بالضبط من السوريه القديمه جماعه المعاشات. صباحكم مبروك، تحيه صباحيه عطيره الامطار الخير اللي كتشاهدوها معنا في هذا المعاشر. الحمد لله من الشهر الفاضل شهر رمضان الكريم. تساقطت المطرية كتهدى المنطقة منذ الساعات الأولى من صباح هذا اليوم. تقريبا تساقطت المطرية هنا بإقليم آسيا تقريبا في حدود الساعة 12 ليلا بعد منتصف الليل الساعات الأولى من صباح صباح اليوم الخميس. ما زالت مستمرة، هي ماشي قوية بزاف ولكن أمطار طبيعة الحال غيكون عندها دور إيجابي في هذه المرحلة هذه، خصوصا أن الموسم الفلاحي تقطع عليه المؤشرات يمكن قد ما يمكن إنقاذه بعد التساقطات المطرية. الله صباح الخير خويا، تقريبا الطريق الرابطة ما بين اسفي ودار القيد السي عيسى فيها تساقطات مطرية في هاد اللحظات. اللهم صبا نافعا يا ارحم الراحمين. عندنا بالنسبة للسوارية القديمة المعاشات فهي قليلة ما صبتش شتا قوية، ولكن كاينين تساقطات مطرية كاينة. ماشي كتيرة ولكن كاينة الحمد لله. وجهة صوب مدينة سفي على بركة الله غير قاطع البت في واحد الظرف 11 ثواني تقريبا 15 ثانية بسبب ضعف ديال صبيبتنا الانترنت ومن عرفات